كثير من الفوائد والمعلومات التي يمكن أن تهم الصائمين وبالذات الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب المتعددة، وأكيد حنتعرف عليها اليوم بالقسم الأول من حلقتنا مع الدكتور أحمد شاكر اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية. أيضا كمان بالقسم الثاني من حلقتنا رح نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية وهي المهارات التي يمكن أن نكتسبها من الصيام مع الدكتور عمر النمر وهو استشاري الإرشاد النفسي. أما هلأ فخلونا نبدأ بفقرتنا الأولى مع ضيفنا الدكتور أحمد، لكن قبل خلونا نروح ونتابع التقرير ومنرجع بعده لنبدأ لا تروحوا بعيد. بين رمضان والصحة علاقة وثيقة، حيث يتساءل الكثيرون من المرضى في شهر رمضان عن حالتهم وهل يؤثر الصيام إيجابا أم سلبا على صحتهم. وعلى عكس ما يعتقد الكثير، أكدت العديد من الدراسات الطبية أهمية الصوم في علاج العديد من الأمراض ومنها أمراض القلب لإسهامه في تقليل الكوليسترول الضار. ويقول الأطباء إنه يمكن لغالبية مرضى القلب الصيام، لكن بعد تقييم حالتهم الصحية ومدى ملائمتها للصوم من عدمها. ونذكر لكم هنا بعض فوائد الصيام للقلب. أولاً، أثناء استهلاك الجسم للمواد المتراكمة في فترة الصيام، فإن من بين هذه المواد تكون الدهون الملتصقة بجدران الأوعية الدموية، ويؤدي ذلك إلى إذابتها تماماً كما يذيب الماء الثلج، وبالتالي زيادة تدفق الدم خلال هذه الأوعية وزيادة نسبة الأكسجين والغذاء الواصل إلى الخلايا عبر الدم، وتزداد بذلك حيوية وعمل الخلايا. لذلك نرى أن الشخص الذي يحافظ على الصيام تقل إصابته بمرض تصلب الشرايين وتتأخر عنده علامات الشيخوخة. ثانيا، الصيام يؤدي إلى تحلل الخلايا التالفة واستبدالها بخلايا جديدة ونشطة، مما يزيد من عمل وقوة وظائف الجسم المختلفة. لذلك يشعر الإنسان بعد انتهاء شهر الصوم بنقاء جسمه وزيادة طاقته وصفاء نفسه. ثالثا، يضخ القلب عادة الدم إلى مختلف أعضاء الجسم، ويستفيد الجهاز الهضمي من 10% من هذه الكمية، لكن أثناء الصوم يرتاح الجهاز الهضمي ويتوقف القلب عن ضخ هذه الكمية، مما يساعد مرضى القلب والذبحة الصدرية الذين يصومون على تحسن حالتهم الصحية. لكن إذا كنتم تعانون من أحد أمراض القلب، عليكم مراجعة طبيب مختص لتقييم حالتكم إذا ما كنتم تستطيعون الصيام في الشهر الفضيل أو لا، إذ تختلف حدة المرض والوضع الصحي للقلب والشرايين من شخص لآخر. عودة عن جديد متابعينا أكيد ببرنامجكم معكم في رمضان، عودناكم وأكيد بإذن الله تعالى طوال شهر رمضان المبارك رح نكون عم نناقش مواضيع في غاية الأهمية بتخص كل صائم، سواء كان هذا الصائم صحيح أو بيعاني من أحد الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والسكري والعديد من الأمراض الأخرى. بحلقتنا اليوم ومثل ما شاهدنا بالتقرير التالي الماضي اللي أعدته زميلتنا مجدية كريمة، من نوجه لها أكيد كل الشكر على هالمعلومات. رح نفصل أكثر بإذن الله تعالى بكل هالمواضيع بكل هالنقاط بكل هالفوائد أو الأضرار بالنسبة لمرضى القلب من خلال صيامهم في شهر رمضان المبارك. نتعرف على تفاصيل أخرى أيضا، من هم الأشخاص الذين يحق لهم أو يجوز لهم الصيام في شهر رمضان، ممن يعانون من هذه الأمراض القلبية ومن مباح لهم أو متاح ربما أو عملية الصيام ربما تكون معقدة بالنسبة لديهم. رح نتعرف أيضا مع الدكتور أحمد شاكر بإذن الله تعالى على الأمور التي يجب أن يراعيها أيضا مريض القلب أثناء صيامه إن كان تصح ويستطيع أن يصوم، سواء كان فيما يتعلق بوجبة الإفطار، ما هي الكميات التي يجب أن يتناولها أثناء وجبة الإفطار، أيضا وجبة السحور كيف يجب أن تكون، ما هي المعايير، ما هي الوجبات وال أنواع المحددة من المأكولات التي يجب أن يتناولها ويجب أن يبتعد عنها. كل ذلك وأكثر أكيد بإذن الله حنتعرض له ونتناقش فيه خلال حلقتنا وفقرتنا. أيضا في نقطة مهمة للغاية وهو موضوع ممارسة الرياضة بشكل عام أثناء الصيام لمن هم مصابون بأمراض قلبية.
سنتعرف ما كان بإمكانهم ممارسة هذه الرياضة وأنواع أخرى من الرياضات أو حتى الأعمال والضغوطات وربما والأشغال التي قد تصنف شاقة. سنتعرف على ذلك بالتفصيل أكيد مع الدكتور أحمد شاكر وهو اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية وتداخلاتها. متابعينا لبين ما يصير الدكتور أحمد معنا بإذن الله رح نطلع لفاصل إعلاني وبنرجع بعده لنكمل، خليكم معنا. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سياراتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار،
غرس الاستشارية في خدمتك، محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. نعود عن جديد متابعينا بحلقتنا من معكم في رمضان، ثالث أيام شهر رمضان المبارك. الله يجعله رحمة وخير ومغفرة للجميع بإذن الله تعالى، وعتق من النيران. بحلقتنا اليوم مثل ما خبرناكم بمقدمة، رح نحكي عن موضوع كيفية إمكانية صيام لأمراض أصحاب أمراض القلب، ممن يعانون من أمراض قلبية سواء كانت مزمنة، سواء بما يتعلق بأمراض القلب والضغط والسكر. سنتعرف على ذلك بالتفصيل من الدكتور أحمد شاكر بإذن الله تعالى، وكل ما يتعلق بممن كيف يمكن لهؤلاء أن يصوموا، ماذا يجب أن يتناولوا، ماذا يجب أن يمتنعوا عن تناوله، هل بإمكانهم ممارسة الرياضة أيضا، هل يجب أن يتوقفوا عن الصيام في حال شعروا بأي عارض من الأعراض المفاجئة سواء التي يعني متعلقة بمرض القلب بشكل عام. سنتعرف على ذلك أكيد بإذن الله تعالى بالتفصيل مع الدكتور أحمد شاكر. كتار من التعليقات اللي بلشت تجينا تباعا حول هذا الموضوع وحول الأشخاص اللي عم يسألوا، ما يعني نسأل أكيد الدكتور أحمد بإذن الله في حال صار متوفر معنا. في نسيم البحر عم يقول أنه هل أصحاب هبوط الضغط المزمن يمكنهم الصيام؟ طبعا نحن حنسأل بإذن الله الدكتور إذا كان بإمكانهم يلي بيعانوا من مشكلة هبوط الضغط المزمن، هدول الأشخاص صيامهم كيف لازم يعني يضبطوا صيامهم بحيث ما يتعرضوا لهبوط مفاجئ للضغط بإذن الله تعالى. في كمان عمر عمي قلنا أنه أمه الله يخلي لها بتعاني من ضغط وسكر وعندها مشكلة بحصة في الكلى ومع ذلك بتصوم. الله يتقبل أكيد صيامها يا رب ويجعله مقبول بإذن الله تعالى يا عمر ويخلي لك إياها. بشكل عام بشكل عام متابعينا، يعني بنلاحظ نحن أنه يلي بيواجهوا مشاكل في أمراض القلب، هاي المسألة مزمنة في بعض الأحيان. يعني اللي الشخص اللي صار معه بأي عارض من أعراض من أمراض القلب سواء كانت الضغط أو السكر أو حتى الأمراض القلبية، هدول الأشخاص لازم يكون يتم الحرص بشكل أو بآخر على موضوع صيامهم، لأنه احتمال إصابتهم بأعراض معينة حتكون مفاجئة وخطرة للغاية. بكل الأحوال متابعينا، نحن ما بعرف على ما يبدو الدكتور أحمد شاكر ما له جاهز معنا اليوم بحلقتنا، بإذن الله رح يكون بحلقات جاية ورح نتناول هذا الموضوع أكيد إن شاء الله. لكن هلأ خلونا نطلع لفاصل قصير ومنرجع بعده لنكمل أو لنبدأ حلقتنا بشكل حقيقي. خليكم معنا.
نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم.
اهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا. طبعا نعتذر اكيد عن المشكله عفوا اللي صارت بالبدايه، وباذن الله حنتطرق لموضوع صيام امراض القلب ومرضى القلب كيف ممكن يصوموا باذن الله تعالى بحلقاتنا القادمه طوال شهر رمضان المبارك. اما هلا خلونا ننتقل لفقرتنا الثانيه وموضوعنا يلي كتار من الأشخاص حابين يتعرفوا ويتعمقوا أكثر بهذا الموضوع وبتفاصيله. رح نحكي عن المهارات التي يمكن اكتسابها والتي يمكن أن نسريها، التي هي موجودة لدينا والتي يمكن نسريها من خلال صيامنا بشهر رمضان المبارك. بسرني أنه نستضيف في الاستوديو الدكتور عمر النمر استشاري الإرشاد النفسي. يسعد لي أوقاتك وكل عام وأنت بألف خير دكتور. أنت بألف خير يا رب. الله يسلمك يا رب. كيف صيامك إن شاء الله تمام؟ الحمد لله تمام إن شاء الله. الله يتقبل يا رب صيامك وطاعتك دكتور. بالبداية حكينا بالمقابلات الماضية وقت كنا سوا ببرنامج صباحك مسك، كنا عم نحكي عن موضوع ختمت لنا أنت اللقاء بكلمة مهمة وضلت على الآن صراحة ببالي، وهو أنه رمضان بالفعل ورشة تدريبية أو ورشة عمل تدريبية. شو بتقصد بهذا الكلام دكتور؟ خلينا نتعمق أكثر بمعنى أنه يكون شهر رمضان هو ورشة عمل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة رمضان هو عبادة أولا، وهو فوق العبادة ورشة عمل تدريبية مفيدة جدا من الناحية النفسية. يعني لو حسبنا رمضان مثلا في تركيا 15 يوم كل 15 ساعة كل يوم، فعمليا نحن عندنا 450 ساعة خلال شهر رمضان ورشة عمل تطبيقية عملية تكسبنا مهارات ما بنتوقع قديش كثير مهمة. يعني المتخرج من هذه المدرسة اللي منتبه لها اللي قادر يستفيد من هذه 30 يوم بيطلع بمهارات رائعة جدا، منها مثلا أولا مهارات التواصل. يعني لاحظتي في بداية رمضان وحتى قبل رمضان بأيام بلشت العالم تتواصل مع بعضها فعلا وتهنيها بشهر رمضان عنده بعضهم شهر رمضان. حس أنا يعني هي بالفعل تحت مسمى مهارة تمام، لأنه مو كل الأشخاص عندهم هي الموهبة إذا فينا نحكي أو تمام القدرة على أنه يكونوا عندهم هذا الجلد إرسال إذن الرسائل لأعداد كبيرة. إذا رمضان عم يحمسنا وعم يتاح لنا الفرصة المناسبة أنه أخي تواصل هلأ نعم. صار في مناسبة تواصل مع الأصدقاء مع حلو. الأقرباء مع الأرحام هنيهم بهذا الشهر وهذا شيء جميل بيدربنا على أنه نتواصل مع الآخرين. أيضا التواصل مع الذات رمضان كمان بيخليك غصبا عنك أنت تجلس مع ذاتك في ساعات السحر في ليل رمضان وتقعد تراجع حساباتك تشوف قديش قرأت من القرآن تشوف علاقاتك مع الناس تقعد تحاسب حالك فهذا كمان تواصل مع الذات كتير كتير مفيد. إذا تواصل على المستويين الشخصي والاجتماعي، والمستوى الثالث والأهم هو التواصل مع رب العالمين. أيضا في ناس كثير بيكونوا غافلين عن هذا التواصل فعلا. فجو رمضان والتراويح والصلاة وقراءة القرآن أيضا يعمق الصلة مع رب العالمين. إذا ثلاث أنواع من التواصل تزداد في شهر رمضان. نعم. فأنا وتنتبه له القصة هي بتزيد عندي هذه المهارة وبكون استفدت فعلا من رمضان. طيب دكتور بس خلينا اسمنا نحن لسه عم نحكي بمهارات التواصل، حتى لو خليني أقول بمهارة التواصل على الصعيد المجتمعي، حتى لو عم تكون هاي المهارة أو الرغبة بإرسال الرسائل للأشخاص القراب أو حتى البعاد، حتى لو عم تكون كليشيهات جاهزة أو رسائل جاهزة، ممكن هي نعتبرها كمان أنه مهارة مجرد أنه أنا عم بتذكر هذا الشخص أنه بعت له رسالة؟ تماما. هلأ المهارة إلى درجات ومستويات. يعني وقت بكتب رسالة خاصة بأسلوبي الخاص لشخص معين وباسمه هذه أرقى أنواع التواصل. جميل. أما وقت أنا ما بكلف خاطري كل هالقد وبلاقي رسالة جاهزة وببعتها لكل الناس بكبسة واحدة فهذا أدنى أنواع التواصل. نعم. تمام. يعني في درجات كثير للتواصل. الفرصة متاحة. مين بيغتنمها مين بيستفيد منها ومين ما بيستفيد. يعني رمضان كله هو فرصة رائعة جدا. في ناس بيدخلوا برمضان وبيخرجوا بدون أي فائدة، وفي ناس بيستفيدوا فوائد كثيرة جدا من كل النواحي. فبنرجع للمهارات نحن، يعني مهارة التواصل إذن مهارة كتير جيدة بنقدر نكتسبها.
كمان في أنواع أخرى من التواصل تتاح برمضان، يعني التواصل مع الفقراء، التواصل مع الأرحام والتفقد أحوالهم، وموضوع الزكاة، موضوع صدقة الفطر، كل هذه أنواع من التواصل. في منا تواصل مادي حتى، في منا تواصل معنوي، في يعني أنواع كثيرة من التواصل. هي فكرة كمان أنه يكون التواصل ليس فقط مقتصر على الكلمات، وإنما يكون ملموس لك. حتى يعني مثل ما بتعرفي بمجتمعنا السوري، وأظن أغلب المجتمعات قبل كورونا طبعا، كان هناك أنواع من التواصل ما بتخطر على بالك، يعني نعم. مثلا الجيران وقت بيسكوا لبعضهم برمضان. صحيح. الأكلات اللي ما بننساها والله لهلأ، يعني هي اللقطات دائما معششة بذاكرتنا، كيف نحن دائما كان الجيران نبعث لهم سكبات، يبعثوا لنا سكبات. بالضبط، يعني حتى على السحور بتلاقي الأولاد حاملين صحون ودارين من بيت لبيت، وخاصة بأزقة دمشق القديم. صحيح. على الإفطار، قبل الإفطار، يعني تشارك، هذا النوع من التشاركية والتواصل بين الناس اللي بيصير كتير شيء جميل برمضان الحقيقة. المهارة الأخرى هي مهارة التكيف. نحن الآن يعني أشد ما يعاني الإنسان هو التكيف مع الظروف الجديدة، يعني عم ننتقل من بيئة لبيئة، من مجتمع لمجتمع، عم نتعرض للتبديل كتير بالجو الاجتماعي والبيئة اللي حوالينا. صحيح. فإذا كان ما عندنا قدرة على التكيف فهناك مشكلة كبيرة. رمضان يقدم لنا هدية قدرة على التكيف مع ظروف جديدة. رائع. يعني مثلا أنا بغير رمضان في بساعة معينة بنام بساعة معينة، بأكل بساعة معينة، إجا رمضان قلب لي البرنامج كله. اللي ما بتتغدى بتفطر على أذان المغرب، وحد تمام، يعني بتمتنع عن الطعام أذان الصبح. في ناس كتير ما كانوا يفيقوا أذان الصبح أو قبل. فإذا هو حطني بظرف جديد وخلاني أنا أتأقلم مع هذا الظرف الجديد، أتأقلم مع نوم مختلف، مع أكل مختلف، مع سلوكيات مختلفة. هذا التمرين يهيئني أني أنا أتعامل مع شيء، أشياء مماثلة خارج رمضان بتكيف كبير، وممكن تكون أصعب. طبعا ممكن تكون أصعب. فإذا أنا بكون عندي قدرة على التكيف مع الظروف الجديدة بشكل كتير كتير منيح. يعني حتى يعني تراويح، و يعني في ناس بيعضلوا برمضان ويصلي 20 ركعة. صح. بيعضل ليش؟ لأنه مو متعود أصلا يصلي كهلدي الكمية خارج رمضان. صح. وقت طويل. فإذا هذا التكيف مع الحركة يؤدي إلى نشاطه بالعمل، يؤدي إلى نشاطه بكثير أمور تانية. هذه القدرة على التكيف أيضا يحتاجها الفرد، مثلا خذي مثال العسكري. نعم. العسكري يضطر أنه يمشي مسافات طويلة، تحمل. يضطر أنه يضل بلا أكل وبلا شرب فترة طويلة. صحيح. فالصائم أقدر على غيره من تحمل هذه المشاكل. نعم. نعم. تمام. نعم. فإذا هو تدريب عملي فعلا على قدرة التحمل، أيضا على السيطرة. هذا كمان كتير موضوع هام. يعني مهارة السيطرة على الذات وعلى الـ يعني التحكم في الشهوات. هذا شيء كتير كتير مهم. تمام دكتور، نحن رح نتعمق أكثر بهذا الموضوع، موضوع السيطرة على الذات. بالفعل هي، لأنه بتحس بدها يعني نستفيد أكثر بهذا الجانب. لكن متابعينا خلونا نطلع لفاصل دقة الساعة ونرجع بعده لنتابع مع الدكتور عمر، خليكم معنا. الثانية عشرة مساءً بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106.
هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا، نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا، رجعنا لكم بفقرتنا الاجتماعية والنفسية. اليوم عم نتناقش بموضوع مهم للغاية. معنا بدي رحب بالدكتور عمر النمر استشاري الإرشاد النفسي. يسعد لي أوقاتك عن جديد دكتور. يا أهلا وسهلا. كنا قبل الفاصل عم نحكي عن موضوع السيطرة على الذات والقيمة يلي بيضيفها شهر رمضان المبارك لهذا المصطلح. تماما، يعني برمضان الصائم تزداد فهمه لنفسه، تزداد قدرته على إدارة هذه الذات والسيطرة عليها. طبعا الصوم ما هو؟ الصيام هو الامتناع عن الشهوات،
من مأكل ومشرب وجنس وإلى آخره، فامتناع عن كل الشهوات. فهذا بحد ذاته هو تدريب على إدارة الذات، على إدارة الذات من حيث الصبر، يصير عندي كمية من الصبر منيحة. إذا أنا صبرت على الجوع والعطش تمام، الصبر في إدارة المشاعر، يحتاج إدارة المشاعر وإدارة الغضب تحديدا مثلا كأحد المشاعر، انفعالات العصبية، إدارة الغضب إدارة الانفعالات، هذا كتير شغلة مهمة. في رمضان إذا استفز الشخص وقال إني صائم وتمثل أخلاق الصائم فيصبح من الكاظمين للغيظ. نعم. تمام، ويعني بتمر الأمور بطريقة كتير كتير جميلة. نعم ما أسمع تمام. هي أسمى المراحل ضبط الانفعالات تمام. في التدريب والعصبية. على ضبط الانفعالات في رمضان يؤدي إلى سلوكيات ناجحة أيضا في الحياة بعد رمضان. فاللي متدرب أنه لمدة شهر هو يضبط مشاعره فقادر يضبطها بوقت تاني. دكتور هذا بدنا نختم في فقرتنا، انه هو نحن كيف ممكن هدول المهارات كلها نحافظ عليها بعد رمضان. تمام، يعني لازم نختم في هذا الحوار، لكن موضوع إدارة المشاعر وإدارة الانفعالات العصبية هي كمان ممكن تكون بوابة لمهارة تانية، وهي القدرة على اتخاذ قرار صحيح بالوقت المناسب. ضبط هي المهارة اللي نحن عنا يا اصلا، لكن بدها شوية بجوز تقويم او اكيد. ما هو الصوم صوم قرار، صوم قرار وتنفيذ هذا القرار. بتلاقي في ضعاف نفوس غير قادرين أولا على اتخاذ القرار هذا، وبعدين أثناء تنفيذ هذا القرار بيكون عندهم مشكلة، تردد ممكن. تمام، إذا استطاع الإنسان أن يصوم أن يفطر على الوقت وأن يصوم على الوقت، فهو إذن متحكم في نفسه وقادر على اتخاذ القرار. رائع، وهذا شيء مهم جدا. يعني اتخاذ القرار بالحياة بشكل عام مهارة لا يجيدها الكثير، وهذه مشكلة أيضا بتعترضه بحياته العملية. فإذا تدرب عليها برمضان والتزم بقراره اللي اتخذه، يعني في عندك قرارات مو بس فيها إجراءات شكلية خارجية، في قرارات فيها شيء داخلي. أنه أنا برمضان سأمتنع عن النظر إلى الحرام، سأمتنع عن قول الزور، سأمتنع عن التلفظ بألفاظ نابية. كل هذه القرارات بيلزم فيها الإنسان نفسه خلال رمضان، فكتير جميل أنه يكتسب هذه المهارة ويستثمرها بعد رمضان. نعم، هو القرار شقين، مادي أكيد بيتعلق بمواضيع مادية، ويتعلق بمواضيع ذاتية شخصية مثل ما قلت، سواء متعلقة بموضوع غض البصر، عدم أكل الشيء الحرام أو المال الحرام، كسب المال الحرام وغيرها من التفاصيل اللي هي أصلا لازم تكون عبارة عن قناعات دكتور داخلنا، يعني تمام. أو عبارة عن شيء نحن نآمن فيه بشدة لحتى نقدر نطبقه بحياتنا العملية. أكيد. نعم، طيب إذا بدنا نحكي بموضوع المهارات الأخرى التي يمكن لشهر رمضان أن يعني يسلط عليها الضوء أكثر، أو نحن نحفزها أكثر بداخلنا، مهارة التعاطف مع الآخرين، وخاصة في ظل أنه نحن توحدت كل الأمة الإسلامية بموضوع الامتناع عن الطعام، الشعور بالجوع، مفاهيم أخرى أيضا وقيم أخرى بيبرزها هذا الشهر الفضيل. لكن شق التعاطف مع الآخرين، كيف ممكن هي المهارة نحن يعني نعززها أكثر برمضان؟ يعني يزداد الإنسان شفافية، يزداد شعور بالآخرين، ويزداد الاندماج معهم والتعاطف معهم. وهذه أحد مهارات أو أساسيات الذكاء العاطفي. نعم. اللي تكلمنا عنه المرة صحيح. الماضية لأنه التعاطف مع الآخرين، إقامة علاقات جيدة معهم، والاستمرار بهذه العلاقات الجيدة مع الآخرين. فإذا أنا وقت بتمرن على التعاطف مع الآخرين وتمرن عملي، يعني مثلا أنا وقت بجوع لمدة 15 ساعة فأنا إذن عم بتمرن أنا قصرياً على التعاطف مع الجائع. نعم نعم. فأستطيع أن أشعر بشعوره فعلاً. أنا كيف بدي أتعاطف مع الآخرين؟ أنا بدي أحط حالي محلهم وأشعر بما يشعرون، وبذلك بكون إن أنا إنسان حقيقي، بعرف اللي حواليك مين هنن وشو بيشعروا
وقادر أني أتعامل معهم بنجاح وقادر أني أقدر ظروفهم وأكون كائن اجتماعي صالح إن شاء الله. طيب دكتور، مهارة التعاطف مع الآخرين ممكن أنه تأخذنا لمهارة أخرى وهي مهارة التغيير، تغيير العادات ممكن السلبية السيئة اللي نحن عناها، أو تغيير بعض السلوكيات يلي اصلا عم نحاول مثلا نحسنها عنا. يعني مثلا نحن دائما في بعض الاشخاص متعودين على الاسراف في الطعام، على التنويع في وجبات الطعام، ممكن بشهر رمضان المبارك يتم الاقتصار على وجبه، ونظرا للظروف اصلا الاقتصاديه وهلا الضغوط الاقتصاديه ممكن الاقتصار على وجبه معينه، وبالتالي احساس بمشاعر الاخرين اللي كنا عم نحكي عنها المهاره السابقه، مهاره التعاطف مع الاخرين. الا يمكن انه هدول المهارتين يكونوا متوازيين مع بعض، مهاره التغيير؟ اكيد هو كل المهارات والاصل تجتمع لتكون انسان متوازن، انسان عنده صحه نفسيه جيده وصالح بهذا المجتمع. مهارة التغيير مهارة رائعة جدا ومطلوبة، يعني هي مو ترف، هي شيء مفروض، لأن الحياة متغيرة، كل شيء متغير. نعم. إذا الإنسان هو الثابت هو بصير إنسان غريب. التغيير مفروض، يعني كل يوم هو في شأن. صحيح. الإنسان بده يكون أيضا كل يوم هو في شأن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بارك الله لي بطلوع شمس ذلك اليوم. يا الله، معناته قديش نحن من تساوى يومه فهو مغبون. يعني إذا اليوم مثل مبارح فالإنسان خاسر كثير ومغبون بحياته. نعم. فإذا التغيير مطلوب. وما أكثر حياتنا الروتينية رمضان يأتي فيقلب كثير. نعم. من العادات، كثير من السلوكيات، يحدث تغيير جذري. نعم. ويعودنا على التكيف مع هذا التغيير. تمام. إذن تغيير مطلوب. يعني مثلا الأسبوع فيه 7 أيام، كان بإمكان الناس أنه يجعلوا كل الأيام شغل وهذا أحسن للإنتاج. في يوم عطلة عند كل الأديان وكل الشعوب، وحتى يعني رب العالمين فرض هذا الموضوع أنه يوم الجمعة ما في بيع، ما في شراء، في صلاة. صحيح. إذن هو شو؟ هو تغيير. تغيير عن عادة العمل المستمر اللي هي طول الأسبوع. إذن التغيير مطلوب، تغيير بحياتنا مطلوب. ففي ناس نمطيين بحياتهم ما عندهم تغيير. تمام. بيجي رمضان ليعلمهم على التغيير اللي هو مطلوب. صحيح صحيح. على التغيير بالسلوكيات. تماما. وأيضا التغيير بنفس الإنسان، يعني برمضان في طقوس، في عبادات زيادة عن الأحوال العادية، هذه أيضا تؤدي إلى تغيير. نعم. في أخلاق الإنسان، في طريقة تعامله، في حياته اليومية، بسلوكه، بكل القصص هي. نعم. فإذا التغيير هدية أيضا من هدايا رمضان إلنا صراحة، ويعني عبصير. ولكن الفرق وين؟ الفرق أنه الناس تستفيد من هذا التغيير. صح. تستفيد برمضان بالسيطرة على الذات، تستفيد بالتواصل، تستفيد بالتكيف، ولا لا ما تستفيد، يمر مرور، تستثمر هاي المهارة. تمام. فلذلك أنا أدعو كل الناس إلى الاستفادة من هذا الوقت الثمين جدا، من هذه الدورة التطبيقية اللي هي هدية من رب العالمين، اللي بتأمن لك الأجواء الرائعة جدا لأنك تحسن سلوكك، لأنك تسيطر على نفسك، لأنك تتغير، لأنك تتواصل مع الآخرين، لأنه تكون إنسان جيد. جميل. فما لازم نترك الفرصة أبدا تفوتنا. عن جد هنن أصلا دكتور عمر هنن مهارات متواصلة، سلسلة بتحسن من المهارات يلي التواصل بيأدي، إنه أنت عم تحاول تغير شيء من عاداتك يلي أصلا كنت مثلا بسبب ضغوط العمل والشغل نسيان إنه تتواصل مع الأقارب، أيضا التعاطف مع الآخرين. إذن هي سلسلة متتابعة من المهارات يلي بالفعل مثل ما ذكرت نحاول قدر المستطاع نستثمرها. وطوبى لمن عن جد يعني حصلوا على كل هالمهارات ووظفوها بالشكل الصحيح. أكيد. لكن إذا بدنا نحكي عن في حال نحن هلا ما بنستبق الأحداث، لسه في فرص قائمة طبعا لاستثمار الوقت واستفادة وتعزيز هاي المهارات بنفوسنا. في حال بعض الأشخاص طلعوا بخفي حنين مثل ما بيقولوا، وطلعوا بدون أي استثمار لهي المهارات، وخاصة بعد ما ينتهي شهر رمضان المبارك،
هون نحن شو ممكن نقول لهم لحتى يستدركوا هذا الموضوع ولسه في وقت، او كمان ممكن يعني نعطي نصائح انه طرق عمليه وتطبيقيه لتطبيق هي المهارات، بلش خطوه خطوه. تماما، اولا انا ادعو ان هذه الفرصه نعم الثمينه اللي لو يعني حسبناها ماديا اذا بدنا نقول، يعني انا لو مواطن عادي بدي اعمل دوره تدريبيه لاكتساب هذه المهارات تماما، فاحتاج الى 30 دوره مثلا باختصاصات معينه لتعلمني كيفيه التحكم بالذات، كيفيه اداره الغضب، كيفيه الصبر الى اخره، فممكن ادفع الاف الدولارات انا لاكتسب جزء من هي المهارات اللي متاحه برمضان بجو ما ممكن يتاح بغير رمضان. نعم والله كلام، ولذلك انا اولا ما اترك الفرصه تفوتني. حلو، هي شغله لانه هذه هديه ثمينه جدا. فاذا فاتتني هي الفرصه بيكون فاتني خير كبير، ولساتنا نحن باول رمضان بامكاننا نغتنم هذه الفرصه، نفكر برمضان بطريقه شوي مختلفه. الصوم ليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط. ليه؟ لانه الانسان مكون من عده مكونات، من افكار وسلوك ومشاعر. تمام، السلوك انه امتنع عن الطعام، نعم، ولكن افكاري ايضا بده يطول الصيام، حتى مشاعري حس بهذا الشيء، مشاعري بده يطول الصيام. يعني الصيام يجب ان يكون امتناع عن الطعام والشراب والملذات والتفكير السيء والكلام السيء والنوايا السيئة وكل هذه الأمور. نعم، يعني نعم. ليس هو امتناع فقط عن الطعام والشراب، هو صيام عن كل الأشياء السيئة. نعم، صيام عن الأفكار السلبية حتى. يعني مفروض نحن برمضان تكون أفكارنا أكثر إيجابية، مفروض تكون أفعالنا أكثر إيجابية، مفروض يصير تغيير جذري بحياتنا. حلو. رمضان ليس امتناع عن الطعام والشراب، في كتير ناس بيمتنعوا عن الطعام والشراب لأسباب صحية. نعم نعم، وبيحصلوا على هذا الموضوع، بيحصلوا على فائدة جسدية. نحن حريصين على أنه تكون الفائدة نفسية وجسدية واجتماعية بنفس الوقت. جميل، ما أجمل هالكلام عن جد دكتور عمر. بصراحة نحن مستمتعين بهذا الحوار. فرصة بالفعل، شهر رمضان المبارك لساتنا نحن بأوله، فرصة بالفعل لحتى نستثمر كل فضائل هذا القيم، هذا الشهر وتجلياته وروحانياته، وأيضا استثمار المهارات اللي نحن بنقدر بشكل أو بآخر نطبقها بشهر رمضان المبارك. بدي اتشكرك جزيلا دكتور عمر النمر، استشاري الارشاد النفسي، كنت معنا بفقرتنا، شكرا جزيلا لك. حياك الله. يعني في عنا الحقيقه مهاره تعديل السلوك، هلا فرصه رمضان لتعديل السلوك، وان شاء الله ممكن بجلسات قادمه نحكي عن كيف اعدل سلوكيات سيئه موجوده عندي خلال حلو رمضان. حلو، ما هي الخطوات اللي اتبعها لكي استثمر رمضان في تعديل السلوك؟ نعم، هو بالفعل موضوع السلوك حكينا نحن تحت الهواء انه هو بيحتاج نعم لحلقه كامله باذن الله تعالى. دكتور عمر شكرا جزيلا لك اكيد مره ثانيه. متابعينا ان شاء الله لنا حوارات اخرى مع الدكتور عمر النمر اكيد فيما يتعلق بموضوع كيفيه تغيير سلوكياتنا خلال شهر رمضان المبارك والمواظبه بسلوكياتنا الإيجابية إلى ما بعد شهر رمضان. أما هلأ فوصلنا لختام حلقتنا ببرنامج معكم في رمضان، إن شاء الله حلقتنا بكرة موجودة بإذن الله بمواضيع جديدة بتهمكم أكيد وبتهم كل الصائمين. صيام مقبول بإذن الله تعالى، وأفطار شهي تبوب ألف خير. إلى اللقاء. بالهم بنطلع.